يلا تفضل كابتن معاذ. طبعا بعد ما خلصنا تركيب ماكينة الدورماخ، أول شيء راح نعمله شغلة حلوة كثير. طبعا هي مش شغل ولا راح نقص معدن، راح نفحص كفاءة الماكينة. هسه راح أبين معكم يعني إشي حلو ومرتب. طبعا في عندنا زي ما تحكوا مقطع موسيقى حولناه لأم جي كود هون، ومقطع الموسيقى مشهور كثير راح تعرفوه. هسه راح تسمع الصوت، خليكم معنا. Thank you.